السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته يا مولانا. اتفضل. حضرتك بنسأل عن الأولى فيما ينفق في حفر آبار المياه في الدول الأفريقية التي يقال أنها أكثر فقرا من مصر. طيب النهاردة في مصر في برضو فقراء وفي ناس محتاجين. طيب الأقربون أولى بالمعروف. يعني في مصر هنا أولى. أي طبعا. طيب لو الزوجة أوصت بتلت مالها اللي هي تتركه بعد وفاتها علشان يتحفر بئر في جنوب افريقيا او يتعمل مسجد في الكونغو او بتاع، هل تنفيذ الوصية دي واجب؟ اي تنفيذها واجب الا اذا كنت ستنتقل بالوصية الى حال احسن اللي هو الاولى. اي الاولى، لكن الان قد وصت وحددت بهذه الطريقة وهناك اولى لشدة الفقر كما هي اعتقدت. نفذ وصيتها أفضل كما اعتقدت هي. أي نعم.